بعد أن بدأت جولتنا البارحة، اليوم وصلنا إلى جسر خنزوريس المتأرجح، يبعد عن العاصمة يربان ما يقارب 280 إلى 290 كيلو متر. هناك طريق وعر مسافة 3 كيلو مترات حتى نوصل هذا الجسر. راح أصور لكم الجسر من فوق، وبعد ذلك سننزل إلى الوادي ونصور الجسر عن قرب. هذا هو الجسر المتأرجح، وهذه هي كهوف خنزوريسك. هذا الجسر يربط قرية خنزوريسك القديم مع خنزوريسك الحديث. طول هذا الجسر 160 متر ووزنه 14 طن. الآن سننزل ونصوره عن قرب. لكي تنزل إلى هذا الجسر هناك سلم يتكون من 365 درجة. قرارات السياحة يقوم بتصوير الجسر المتأرجح. هذا هو السلم اللي يتكون من 365 درجة ويبدأ من هنا. هذا بداية السلم أو أعلى السلم، وسننزل إلى الوادي. هسه وصلنا تقريبا منتصف الطريق، قطعنا حوالي 150 إلى 175 سلم. راح نستمر ونصور لكم الطريق، وراح نعبر الجسر المتأرجح وأيضا نصور لكم الطريق. تابعونا. هذا أمامنا أحد الأشياك، هي محطة استراحة. بما أن المسافة طويلة شوية متعبة بصراحة، الصعود والنزول، فممكن تأخذ لك فنجان عصير طبيعي تنشط نفسك. أبو معتز، أنت أمام كاميرا أرارات للسياحة، أنت شنو رأيك بالجولة عن جد وبكل صراحة؟ والله الجولة لطيفة جدا، ولو مسافة طويلة بس تسوى، يعني تسوى المعاناة. تسوى المعاناة بعد ما توصل، يعني تروح كل التعب منك يروح. تقريبا 380 كيلومتر. 380 كيلومتر بعد عن ريفان. شو وقت بدأت جولتكم لزيارة هذه المنطقة؟ بدأت جولتنا من أمس من البارحة. زرنا شلال شاكي. شلالات شاكي زرنا. شاكي. بعدين ورا شاكي رحنا للجسر الشيطان. هم مكان كلش بديع ورائع ولطيف، مغرب يعني تقريبا العصر وصلنا. بعدها بتنا بتاتيب بالاكواخ الخشبيه، اكواخ خشبيه قضينا ليله يعني ما اقدر اوصفها لكم قد رائعه. طبعا الجولات اللي نتوجه بها الى تاتيب عموما تبتدي الساعه 8 الصبح، لان الطريق بعيد، وحتى نقدر نتوقف عده مرات ونزور عده اماكن سياحيه وتاريخيه يستوجب ان نتحرك ساعه 8، والا الايام الباقيه احنا دائما نتحرك ساعه 10 صباحا. هذه محطه استراحه، لان تتكون من 365 درجه. هذه محطه استراحه اللي تحيه العراق ولبنان. يحيى العراق ولبنان، الاخوان اللبنانيين هون على راسهم، على راسهم احلى الف. هذا هو الجسر المتأرجح. هسه احنا في بدايه الجسر، هنا امامنا اللوحه مكتوب باللغه الارمينيه، مكتوب على هذا اللوحة يرجى عدم أرجحة الجسر بشكل متعمد حفاظا على الأمان. والمشي طبيعي. والمشي طبيعي المفروض يكون. يلا هسه واحد ورا الآخر نعبر على الجسر.
لا تصورنا بالنص انا وعم بس اهم شيء لا ترجعوا للجسر لما تعبروا هناك قاتلكم قطع يعني بشوي ارجع فانت لا ياخذكم الوهس وترجعوا انا ميت ميت شيء من لبنان. ارتفاع هذا الجسر عن الوادي 60 متر وحتى نوصل للجسر ارتفاع من فوق السلالم اللي 365 سلم اللي نزلناها قبل شوية 90 متر يعني مجموع من فوق إلى قعر الوادي 150 متر. عرض الجسر متر واحد. اعذرني. والله شنو الاخبار ابو فادي؟ حبيبي انت هسه في منتصف الجسر المتأرجح. هذا الوادي العميق. سوري. هذه هي الكهوف التي سكنها الأرمن القدماء. هذه قرية خنزورس القديمة. Don't scare, come. السياحة بمنتصف الجسر المتأرجح. حبيبي أخ مفيد الحمداني. حبيبي. تكلمت قبل عبورك الجسر. نعم. الآن ما هو رأيك؟ والله. وأنت فوق الجسر المتأرجح والجسر يتأرجح خليني ما أعرف. يتأرجح وأنا أريد يعني حقيقة أريد أرجح وما حد يقبل. لا لا. لا هذا من باب الأبان. لأنه الجسر كلش جميل ولطيف بشكل الجو يعني رائع جو بارد. ورائع ويعني والطبيعة حوالينا الطبيعة حوالينا والكهوف هذا شوفوا اقبالكم جدا لطيفة وهنا ايضا دير قديم دير قديم يعني الطبيعة ما ممكن ان نوصفها والكاميرا اذا كان بامكان الكاميرا ان تعبر عن وصف الطبيعة. هذا وادي عمقه 60 متر ويجري فيه نهر وهذا الطرف ايضا وادي عميق ولكي نصل الى هذا الجسر نزلنا من فوق. الو ابو غرام شلون وضعك ابو ماسيس؟ الحمد لله والشكر المهم سواحنا مرتاحين ومستمتعين. بارك الله فيك حبيبي والله ما قصريت والرحله صح طويله بس ممتعه للغايه جدا تسوى انه نسجل هذا المكان. ميت اهلا وسهلا. هاي النهاية كانت جولة نحن الآن ممتعة في نهاية الجسر المتأرجح وسواحنا عبروا الجسر وقسم منهم من منتصف الجسر رجعوا ما كملوا عبور الجسر خافوا بصراحة. هذه مدخل احد الكهوف اللي كان يسكنها الارمن القدماء. نحن الان في داخل احد الكهوف في خنزوريس. الكهف يتكون من عده مقاطع او غرفتين او ثلاثه، هذا الظاهر هنا كانوا يعيشون عائله كبيره. هذا الصاله اللي احنا بها وهنا هذه الفتحه اللي ينقلنا الى ينقلنا إلى هذه الصالة الثانية الغرفة الأخرى وهنا الظاهر شوف جزء
جزء من الكهف ايضا. بلا عن السنين عمره على طبعا شنو من فوق جسر المتأرجح ومن نهايته ننهي هذا الفيديو، ونأمل أن نكون وفقنا بتقديم الوصف الذي يناسبنا ويناسبكم. تقبلوا تحيات هاي دانيال أرارات للسياحة.